السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. عشان نسجل اليوم ده في جيم دوز بيت 4 يونت 11 ليسن 6 تيم وورك. معانا اليوم سامي شريف، عشان نسجل كالعادة تدريبات طبعا الكلمات ماتش ذا ووردز وذ ديفينيشنز، يعني وصل الكلمة بالتعريف بتاع ديفينيشنز، يعني التعريف. رأي يا سامي الأول الكلمات نمبر 1 Twins, a cage, two hand, delicious. تمام، نقرا بعدين الجزء الثاني with With a very good taste, يعني بمذاق جيد. يعني هم two ايه؟ children that were born at the same time from the same mother. اوكي. To try and catch animals to kill and eat. A place to keep a pet bird. تمام، يبقى أول حاجة كلمة twins ومعناها توأم، فنوصلها بكلمة أو بجملة سوري two. Two children that were born at the same طيب time from the same mother. يعني طفلين اتولدوا في نفس الوقت من نفس الأم. نمبر 2 a cage. A cage. قفص يعني. A place to keep a pet bird. تمام، مكان بنحط فيه الطائر اللي هو المستأنس اللي احنا ممكن نربيه في البيت. نمبر 3 تو هانت. A hunt to try and catch animals to kill and eat. نحاول ان احنا كلمة كاتش هنا معناها نصطاد حيوان ونقتل، اللي نقتله نقتله وناكله. اما كلمة delicious With a very good taste. يعني طعم جيد جدا. اوكي، دلوقتي هنروح للدرس بتاعنا read and listen to the story. معانا قصة نقراها مع بعض وبعدين نحل التزامات العادية. كويس يا سما؟ Mother and aunt. فرح، مطر وفرح دول شخصيتين معانا. Mother and Farah were very excited، يعني كانوا متحمسين. because their grandfather was coming to visit Mother and Farah were twins and they had two older brothers, Sanad and Nasir. They also had three sisters called Asha, Maria and Hassan. and Hassan. عند حصة دلوقتي عندنا في خمس أطفال في القصة، مطر وفرح ودول توأم، they are twins يعني توأم، وعندهم اثنين إخوان أكبر سند وناصر، وعندهم كمان three sisters ثلاث أخوات عائشة مريم وحصة. كمل. Hissa. Their grandfather also told them stories about when he was a Bedouin. بدوين، كلمة بدوين يعني لما كان بدوي أو طفل بدوي. بدوين تشايلد يعني لما كان طفل بدوي، والبدوي هو الشخص الذي يعيش في الصحراء. Bedouin. And live. Chilled and live in the road. ربع الخالي ديزرت. كان عايش في صحراء الربع الخالي، ربع الخالي ديزرت. Desert. Everyone was very happy when their grandfather arrived. Right. He brought two falcons. جاب معاه تو فالكونز، جاب صقرين معاه، تو فالكونز ان كيجز، في قفصين او في اقفاص. In cages.
the twins thought they were very beautiful birds. Why did you bring your falcon with you, grandfather? They asked. They go everywhere with me. I remember يعني أنا أتذكر حياتي. Remember my life. When I was a child, when I have my falcons with me, said their grandfather, tell us a story, please. The twins say. تمام. هنا كان هو بيحكي دايما قصة عن لما كان طفل بدوي صغير، وعندما كان يعيش في صحراء الربع الخالي، ودي صحراء كبيرة موجودة من ما بين الإمارات السعودية. هو كان كل حد كان سعيد عندما وصل الجد، وكان معاه تو فالكونز يعني صقرين. هم كانوا بيعتقدوا ان الصقرين دول طيور جميلة، وسألوه ليه انت بتصاحب معاك او حضرت معاك الفالكونز؟ قال لهم ان هو بياخدهم everywhere، يعني بياخدهم معاه كل مكان، ويقول ان هو بيتذكر حياته لما كان طفل، لما كان عنده فالكونز دايما معاه. بعدين التوينز التوأم اللي هم مطر وفرح طلبوا منه ان هو يقول لهم قصة. نقرأ. Their grandfather. Their grandfather. Grandfather sat down and asked for a glass of mint tea. He told them that life was very different when he was a child. He didn't have a computer or a phone, but he had a very happy life. He had two falcons that he loved very much, and went hunting with his father. Grandfather's mother and sister will build a fire and cook food. They served camel milk and dates and cooked bread. It was very hard, delicious work, but everyone worked together as a time. Sometimes they eat delicious mishaw and grand مشاوي and مرقوقة. مشوي عند مرقوقة. طبعا دي أكلت إيه؟ أكلت مرضي. خلينا نترجم الجزء ده. جدهم جلس sat down and asked for a glass of mint tea. طلب شاي بالنعناع. Mint tea يعني شاي بالنعناع. He told them that life was very different when he was a child. الحياة كانت مختلفة تماما لما كان صغير أو طفل. He didn't have a computer or phone. طبعا ما كانش فيه ولا كمبيوتر ولا تليفون زمان. But he had a very happy life. وبس كان عنده حياة سعيدة. He had two falcons that he loved very much. كان عنده صقرين واللي كان بيحبهم جدا. And went hunting with his father. وكان بيروح يصطاد مع أبوه. Grandfather's mother, أم الجد, and sisters would build a fire. كانوا بيبنوا نار أو بيعملوا نار. And cook food. طبعا كانوا بيعملوا زمان الأكل على النار اللي هي بيكونوا شوية حطب وبعدين هيحطوا عليها الأكل عشان يعملوا. They served camel milk. قدموا له حليب الجمل and dates وتمر and cooked bread
عملوا خبز. It was very hard work. كان عمل شاق. But everyone worked together as a team. ولكن كل حد اشتغل كفريق. Sometimes they ate delicious مشوي and مرقوق. وأحيانا كانوا بيأكلوا مع بعض إيه مشويات لذيذة ومرقوق. Did you feel hungry؟ يلا كملي. هل تشعر بالجوع grandfather يا جدي؟ Did you feel hungry? Did you feel hungry, grandfather? No, we all always had something to eat and we drink mint. Just minty, okay, just like this, said their grandfather as he drank from his glass. Everyone loved ضحك كل حد ضحك and drank some more mint tea just like their grandfather. كل حد ضحك وشرب شاي من هنا زي ما جدهم عمل. طيب هم طبعا لما سألوه هل تشعر بالجوع قال لهم نو لا we always have something to eat. احنا دايما عندنا شيء ناكله. و and we drank mint tea واحنا يعني شربنا شاي من هنا just like this هكذا. وطبعا الكل ايه عمل نفسه مساوي الجد وشربوا شاي من هنا. هنقرا مع بعض الكلمات الجديده الخاصه بالدرس. اول كلمه كلمه بدوين. بدوين يعني بدو. بعدين فالكون. فالكون يعني صقر. منتي. منتي اللي هو شاي بنانا. ديتس. ديتس يعني تمر. لافد. لافد يعني ايه؟ يعني ضحكة. الفعل لاف يعني يضحك. نكمل الدرس بتاعنا ترو اند فولس. طبعا الدرس هنا اليوز اوف انجلش بتاع الدرس او القاعدة بتاعت الدرس ان احنا بنستخدم بنحط ايدي في الفعل الماضي لو كان منتظم. الفعل الماضي او سيمبل simple past tense عبارة عن جزئين. الجزء الأول من القاعدة اللي هو regular verb الفعل المنتظم وده بنحط الفعل ed. أما irregular بيكون فعل غير منتظم بنحفظه نفس ما هو بدون أي تغيير يعني بدون ما نحط له ايدي ولا حاجة. لأ هو بتحفظ نفس ما هو. أما في حالة السؤال فإحنا بنستخدم did ولكن برجع الفعل الاصله للمصدر زي did you feel. ما هوش did you felt لا هو did you feel. نشرحها بشكل يعني اوسع شويه او بشكل اوضح شويه. عندنا الزمن الماضي بينقسم الى regular verb الاول المنتظم ده بنحط في الفعل ed لو كان الفعل لا يحتوي على لو لا يحتوي على اي لو في اي بنحط دي بس. الجزء الثاني من القاعده بيكون الفعل بنحفظه هو القاعده اللي هو غير منتظم. فحتى لو انا بكون سؤال بستخدم ديد وفي الحاله دي بقدم الفعل مساعد على الفاعل ديد مثلا ديد هي وبحط الفعل في المصدر ديد هي بلاي ما قولش بلايد بلايد فوتبول مثلا زي كده تمام. في الحاله دي يكون الاجابه يس هي ديد او نو هي didnt. بكل بساطه هي قاعده سهله جدا ولكن الجزء الصعب اللي فيها حفظ الكلمات الغير منتظمه. طيب عندنا مذكره فيها الافعال غير منتظمه ان شاء الله بننزلها على الجروبات. بس دلوقتي هنحل مع بعض الكويشنز ترو اور فول صح او غلط. نمبر 1 بقى سمعت نمبر 1 Mother and Farah went to the desert. False. And Farah were very. الإجابة false. Number two. طبعا اللي جالهم من الصحراء هو جدهم. هم ما راحوش. False. بعدين Mother and Farah. كملي. Had two brothers. True. الإجابة true. Okay. عندهم أخوين أيوة true. Number three.
Their grandfather vest them. True. طبعا جدهم زارهم. ايوه نمبر 4. Their grandfather lived in the desert when he was a child. الإجابة true. أكيد true. كان عايش في الصحراء الربع الخيري لما كان طفل. نمبر 5. Their grandfather had three falcons. False. كان عنده بس 2. نمبر 6. Their grandfather was always hungry when he was a child. False. طبعا هنا بقول هل هو كان دائما جعان؟ لا، هو كان دائما عندهم شيء ياكلوه. دلوقتي هناخد تدريب على الماضي البسيط. الماضي البسيط قلنا يا اما الفعل يكون في ايدي يا اما فعل غير منتظم. معانا الافعال كلها هنا افعال غير منتظمه. طيب we delicious food in the desert. المطلوب مننا ان احنا نختار الفعل في الزمن الماضي. eat ولا ate؟ eat الماضي بتاعها ate، فنختار الزمن الماضي اللي هو ate. بعدين نمبر 2، he brings او brought two falcons with him when he visited. يبقى هيكون he الماضي ايه؟ he brought. نمبر 3، the boys and men go alone hunting in the desert. Went. تمام. Number 4، did ولا do؟ بنستخدم ايه في السؤال؟ تكوين السؤال did ولا do؟ Did. فنم did. His mother and sister cook food. Did they؟ لما بنستخدم did بنستخدم الفعل في الماضي ولا في المضارع او في المصدر؟ بنستخدم drink ولا drank؟ بنرجع الفعل لاصله فبنستخدم كلمة drink. drink drink. انما drink في حال لو مفيش او جمله مثبته او جمله عاديه بنستخدم drink. انما لو استخدمنا did بنرجع الفعل اصله للمصدر اللي هو drink. Their grandfather isn't ولا wasn't hungry when he lived in the desert. الماضي طبعا هو was. نروح لكتاب الاكتيفيتي lesson 6. طبعا هنا مكتوب 7 بس دي نسخة قديمة. This story is not in the correct order. Read and label the paragraphs using the words in the books. عشان نكتب أي paragraph محتاجين ثلاث أشياء. الـ introduction المقدمة، الـ middle section، middle section يعني المنتصف الجزء الأوسط، و conclusion يعني المختصر أو إيه اللي هو ملخص الشيء يعني. هنقرأ ونحط العنوان المناسب لكل واحد من الثلاثة. تمام، اقرأي يا سما. She helped her mother cook the food and wash the dishes. Her mother was very happy. Edition. ابتسام. ما هي ابتسام؟ Sam then read the comic book with her sister. تمام. Number 2. ابتسام. ابتسام wanted to read a book with her sister and have fun. It was a comic book and she liked to look. Liked it a lot. She was very she saw her mother washing dishes in the kitchen. Her mother was kind and always helped. Ibtisam. Ibtisam wanted to read the comic, but she wanted to help it, to help her mother. وبداية القصة هتكون اللي هي الانترودكشن اللي هي الباراجراف الثاني. انترودكشن يعني المقدمة. بعدين الميدل سيكشن اللي هو الجزء الثالث اللي هو فيه التفصيل الاكثر. وبعدين الكونكلوجن اللي هو اختصار للموضوع اللي هو باراجراف 1.
كده نكون وصلنا لنهاية شرح درس اليوم الدرس السادس. شكرا يا سما، انت تكون في جديدة. مع السلامة.